بكمله يعتبر مضمره كانت الله بكمله. استعدوا يا هل الهجنة عيد الهجنة عاد من عرف للعيد معنى عرف يستقبله عيدك الله في حاجة في ابن جداد عيدك في حاجة اللي تجيب الأولى يجيب الفوز وأحلى وأحلى في كل ما تغير أصيل من خيار الهجوم سلسلة كل ما تركض مثل ركض من محمد محتديه بوردية وما هو جفلة يوم تستجمع قواها. ابنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام حفلنا ومستمعينا الأفاضل نتواصل وإياكم ضمن التحديات وانطلاقة أشواطنا في هذا المساء. شوط يليه الآخر ضمن التحديات ومنافسة سن اللقاية مع ثاني أيام هذا العرس التراثي في هذا المهرجان الغالي في مهرجان المؤسس في مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أحيي وأرحب بجميع الضيوف القادمين والعانين من ميادين الخليج، فالدار ترحب بمن حضر بمن تواجد على أرضية ميدان رماح حيث التحدي والمنافسة والأفراح. حفلنا ومستمعينا الكرام في هذا النقل والحي البث المباشر للقنوات الناقلة التي تنقل لنا وقائع وانطلاقات وتحديات المنافسة الأخوية الشريفة الحاضرة والمتواجدة بين أقطاب وأركان هذا الميدان. أنطلق وإياكم مع شوط جديد ألا وهو شوطنا الحادي عشر للقايا الأبكار، لقاء الإثارة والتحديات، لقاء الأبطال، لقاء القوة والندية الحاضرة والمتواجدة على أرضية هذا الميدان. أنطلق وإياكم مع الرحلة المصاحبة ألا وهي الخمسة كيلو مترات تحمل لنا القوة والإثارة. نتابع وإياكم الاندفاعات الأولى لنتابع العنوان مقدمة الشوط وشعار سعيد بن علي. الراية المري يقدم لنا شواهين بالراية، من تقدم في هذه اللحظات يرفع راية التهديد في هذه الأثناء، بينما المركز الثاني والقادم في هذه اللحظات وصل وتقدم جزاء بن هلال العتيبي مع الشاهينية أبناء ميدان الطائف يتقدمون في هذه اللحظات. وصل وانضم في هذه اللحظات شعار بن هدي سالم بن جابر بن راشد آل هدي المري مع اندفاعة نوايد أهل النعارية. وصلوا أبناء ميدان الملك فهد وصلوا وتقدموا باندفاعة شعارك يا بن هدي، من يقدم لنا نوايد، بينما المركز الرابع وصل واتصل في هذه اللحظات فهد بن فهد بن علي بن طحنون الهاجري، من يقدم لنا اندفاعة الذيبة. وصل بن طحنون أبناء ميدان جوب بن هاجر يتقدمون باندفاعات وتحديات الذيبة. بن طحنون يتألق في هذه اللحظات ليواصل لينضم للمعركة الطاحنة للرباعية الخطيرة المثيرة القادم في هذه اللحظات. أتابع خالد بن اجداع البلوي مع لهبة، وصلوا أبناء تبوك الورد، وصل البلوي في هذه اللحظات. وأتابع عثمان خلف الخمس المراكز المتقدمة في هذه اللحظات، وصل السيل الجارف الباحث عن النوماس وعن المجد التليد بن بحيران ينضم في هذه اللحظات. العودة إلى البداية، العودة وحيث ابتدينا، العودة وحيث ابتدينا إلى شواهين إلى شعارك يا براية يا سعيد يا بن علي يا براية يا المري. أبناء الشيحة أبناء محافظة الأحساء يتقدمون بكل قوة
وبكل جدارة باندفاعات وتحديات. شواهين الذيبة تنضم بمركز الوصافة. بن طحنون يتقدم في هذه اللحظات باندفاعات الذيبة. فهد بن فهد بن علي بن طحنون الهاجري، من يطارد بالصدارة، من يلازم بالراية، من يلازم شواهين جنبا بجنب باحثا عن المجد التليد وعن الانتصار في هذا الشوط الخطير، الشوط المثير. يحمل لنا لقاء اللقاية، لقاء الإثارة، لقاء المنافسة والتحديات القادمة في هذه اللحظات. اتابع يا من تتابع ويا من تشاهد في هذه اللحظات. جزاء بن هلال العتيبي مع الشهيرية، من يقدم لنا الشهيرية؟ بن بحيران وصل في هذه اللحظات، وصل ليقلص الفارق. محمد بن عبيد بن راشد بن بحيران المري مع شرايين، وصلت شرايين، وصل في هذه اللحظات. وانطلق وانضم مشحام بن فالح بن علي العامر مع الشهيرية. ابناي نجران، ابناي نجران يتقدمون، العودة إلى البداية، العودة. 1500 ما تفصلنا عن النوماس، عن النهاية، عن التهاني، عن النوماس. يا مالك الذيبة يا بن طحنون، يا بن طحنون يا مالك الذيبة، يا فهد يا بن فهد، ركز ركز بو فهد، ركز بو فهد. شعارك المتألق بالراية، بالراية قادم بكل قوة وبكل جدارة باندفاع شواهين وتحديات شواهين. ولكن القادم في هذه اللحظات، القادم العتيبي، وصل جزا بن هلال الاعصامي، وصل باندفاعات وتحديات الشهيرية. والقادمة في هذه اللحظات، وصلت في هذه اللحظات الشهيرية ومشحام بن فالح العامر. والقادم المتقدم شعار بن بحيران، وصل حشان بن صالح آل منجم قندورة، وصلت قندورة، وصلت في هذه اللحظات قندورة، قندورة يا اليومي. العودة إلى الذيبة، العودة مع الكيلو. أي كيلو، أي إثارة، أي لقاء، أي لقاء، لقاء اللقاء يا غير، لقاء اللقاء يا غير. بن طحنون وقندورة والذيبة والشهيرية والقادمة، القادمة الشهيرية وكذلك الشهيرية. يو يا الرباحية، اضرب روحة، اضرب روحة يا باقي النوماس. ولكن غير مالك الشهيرية، مالكية حلول، مالكية حلول. مشحان بن فالح العامر اليامي، ابنائي نجران، ابنائي نجران. الشهيرية عادت، عادت الشهيرية، وعاد عاد جزء من هلال العتيبي، ابنائي الطايف، ابنائي نجران. ولكن ابنائي نجران خطيرين، خطيرين دائما وابدا يحضرون وتحضر المنافسة والإثارة. مشحان، مشحان إلى الأمان، إلى الأداء الفنان، هكذا هو النوماس. وإلا فلا. تحية لأبناء نجران، لأبناء نجران. مشحان بن فالح آل عامر وخط النهاية يستقبل الشاهينية البطلة والحملاقة. تهانينا والنوماس لحل هذا الفوز وعلى هذا الانتصار بين المركز الثاني الشاهينية بشعار جزا بن هلال العتيبي، ثالثا الذيبة فهد بن فهد بن طحنون الهاجري، رابع الأسماء متابعينا الكرام. فكان شعار مساعد بن محمد الخالدي مع طيف، خامسا الوصول من فيصل بن راشد بن طالب المري مع معالم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تهانينا والنماس لمالك الشاهينية مشحان بن فالح بن علي العامر، من حلق بهذا النوماس في شوطنا الحادي عشر. تهانينا والنوماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ابتداها من هجا دم جا مثل هجات، برب عين انجات صوب الرياض محملة، ما عليها الا بقى والخوس لحو عتاد. حلم شيخ يقدر يرجع على
حق الهلا ما زان عزم حنان حق لنا لمنساد وافتحت بيبان خير من اول مقبلة كل حاضر فيها من ما ضي الوقت امتداد اجمل مرتبنا طعم مثل السلسلة سيدي سلمان خير حالة للهجن زاد فيض الله ما يواجه مدنا معضلة شكل رسالة حضارة واقتصاد يعتبر مضمرة الكون كله بكملة يعتبر مضمرة الكون كله بكملة استعدوا يا هل الهج نعيد الهج نعاد من عرف للعيد معنا عرف يستقبله